بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة هنبدأ أولى حلقات علم ينتفع به، طبعا دي برعاية عالم أحمد سنوسي، قناة اليوتيوب اللي أنتوا بتشوفوها دلوقتي. الحلقات هتبقى عبارة عن الردود على الأسئلة اللي بتيجي للشيخ محمد حنفي إمام وخطيب المجمع الإسلامي بمدينة الدخل. النهاردة معانا 3 أسئلة في الحلقة الأولى. السؤال الأول من سيدة بتقول: زوجي حدثت بيني وبينه مشاكل كتيرة، فاتفقنا نبقى مع بعض عشان الأولاد، ولا يحدث بيننا معاشرة ولا حتى ننام في غرفة واحدة، فهل هذا جائز؟ الإجابة بقى من الشيخ محمد أحمد بتقول: طالما اتفقتم على ذلك فيجوز، وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يطلقها فلها أن تسقط حقها أو بعضهم من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في ذلك ولا عليه في قبوله منها. وفيما معناه قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: يعني طالما هم اتفقوا على كده مفيش مشكلة، طالما هي اتفقت وهو رضي بهذا الوضع فخلاص ما فيهاش مشكلة. ده قول الشيخ محمد أحمد رد على سؤال السيدة. طيب السؤال الثاني بيقول: إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته فهل لها أن ترفض لأنها تحبه وتريد أن تبقى معه؟ واحدة بتسأل بتقول: لو هي جوزها عايز يطلقها فهل لها يعني من حقها ان هي ترفض الطلاق ده عشان هي بتحبه مثلا او عشان اي غرض تاني؟ اجابة الشيخ بتقول: الطلاق حق للزوج، فاذا طلق الزوج فقد وقع الطلاق، يعني الطلاق ده حق من حقوق الزوج، لو طلقها فهي كده طلق. الشيخ بقى بيقدم نصيحة، الشيخ محمد احمد بيقدم نصيحة للزوجة وبيقول لها: نصيحتي ليكي دوري عن السبب وراء الطلاق، يعني شوفي جوزك عايز يطلقك ليه، لو ما لقيتيش السبب فحاولي تدخلي وسيط بينك وبينه من اهل الخير ومن الناس المشهود لها بالرأي السديد وان هي بتصلح بين الناس، هتلاقي ناس كتير جدا موجوده بتصلح بين الناس، ربنا يكترهم يا رب. الشيخ محمد احمد بيقول: يجوز لك الاتفاق معه على ترك بعض حقوقك وتبقي معه ولا يطلقك، كاسقاط النفقه او جزء منها او اسقاط حق في المبيت لعله يراجع نفسه ويدرك خطاه ورغبته في الطلاق. السؤال الثالث بيقول: طيب يا شيخ، هو لما يطلقها من غير سبب ومن غير ما تعمل غلط هو مش كده يبقى ظالم ليها؟ جواب الشيخ بيقول: تطليق الرجل زوجته من غير سبب من كفران النعمة، وترتب عليه مفاسد كثيرة وحكم بكراهيته من بعض العلماء، والله أعلم. والشيخ محمد أحمد بيقدم نصيحة في آخر الإجابة وبيقول: نصيحتي لابد من البحث الجيد عن أسباب رغبته في الطلاق، لعل هناك خطأ أو مشكلة أنت لم تنتبه إليها، ولعل الله يقدم لها حل. هدانا الله وإياكم الطريق المستقيم. وآخر كلامي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.